الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الإمدادات الغذائية لحالات الطوارئ. إذا وقعت في مجتمعك كارثة ما، سواء كانت طبيعية أو بفعل الإنسان، فقد لا تستطيع الحصول على الطعام والماء وكذلك الكهرباء لعدة أيام. اتخذ الخطوات الصحية لتخزين الأطعمة طويلة الأمد والتي تقاوم الفساد حتى يتسنى لك أن تكون على استعداد تام إذا حدث شيء ما. إن كنت تعيش في منطقة تتعرض لكوارث طبيعية متكررة كالعواصف أو الزلازل، أو تعرضت لحالة إنسانية منعتك من مغادرة منزلك وتأمين متطلباتك، فإنك ستقع مع أفراد عائلتك تحت وطأة الحرمان من الطعام والماء. لذلك عليك أن تتبع بعض الخطوات الأساسية التي ستساعدك على تخطي تلك المحنة حتى تنجلي وتصل إلى وضع أكثر أماناً. وفي مقالنا اليوم بعض الإرشادات الأساسية التي ستساعدكم على ذلك. الخطوة الأولى، جمع الإمدادات الغذائية الخاصة بالطوارئ. ستحتاج إلى تأمين طعام يكفي لثلاثة أيام على الأقل لكل فرد من أفراد الأسرة، آخذاً بعين الاعتبار وجود الحيوانات الأليفة. وتذكر دائماً أنه من الأفضل أن يكون لديك طعام إضافي على أن تستمر الأزمة وينتهي مخزونك من الغذاء والماء. اختر الطعام سهل التحضير والذي يدوم لفترة طويلة ولا يحتاج إلى التبريد، وحاول أن تنتقي الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية والقيمة الغذائية. اطلع على جدول أدناه للحصول على أفكار حول أنواع الأطعمة التي تصلح للتخزين ومدة صلاحيتها. حاول استخدام أكبر عدد من الأطعمة المألوفة قدر الإمكان. هذه الأطعمة قد تساعد في تحسين المزاج وتوفر الراحة لعائلتك خلال الأوقات العصيبة. خطط مقدماً لأفراد العائلة الذين يتبعون حميات خاصة أو يعانون من الحساسية، بما في ذلك الأطفال الرضع وكبار السن. ابحث لهم عن الأطعمة المعلبة والعصائر والشربات الخاصة بحالتهم الصحية. أما الأمهات المرضعات فيجب أن تتوفر لديهن البدائل المناسبة من حليب الأطفال في حال عدم مقدرتهن على الإرضاع الطبيعي خلال حالات الطوارئ. تأكد من وجود مفتاح العلب اليدوي وأواني الطعام الكرتونية التي تستخدم لمرة واحدة. الأطعمة التي تصلح لمدة 6 أشهر، فتشمل البطاطا المعبأة والفواكه المجففة ورقائق البسكويت الجافة، المقرمشات والحليب المجفف. أما الأطعمة التي تصلح لمدة سنة، فهي تشمل الأغذية المعلبة مثل الشوربات والفواكه والخضار وعصائر الفواكه المعلبة والمكسرات المعلبة وزبدة الفول السوداني والجيلي والحبوب الجاهزة للأكل والحبوب غير المطبوخة سريعة التحضير. أما الأطعمة المحفوظة في أوعية ملائمة وظروف جيدة وتدوم لعدة سنوات، فهي تشمل منتجات ماجي وشبيهاتها من توابل الطعام وعبوات البهارات والذرة المجففة والمعكرونة الجافة والقهوة سريعة التحضير والشاي والكاكاو والأرز. الخطوة الثانية، اعتني بإمداداتك الغذائية الخاصة بحالات الطوارئ. احفظ الطعام في مكان بارد وجاف، واختر مكاناً بعيداً عن الشمس إن أمكن. في حال عدم استخدامها، تفقد إمدادات الطعام الخاصة بك كل 6 أشهر على الأقل. استخدم الأطعمة قبل انتهاء صلاحيتها واستبدلها بأخرى طازجة. تخلص فوراً من المنتجات المعلبة التي تبدو منتفخة أو متضررة أو تعرضت للصدأ. الخطوة الثالثة، تناول الطعام بأمان وباستراتيجية، ويشمل ذلك عدة نقاط أساسية. المحافظة على السلامة أثناء الطهي. استخدم الفحم للشواء أو المواقد المخصصة للمخيمات خارج المنزل فقط، وذلك لتجنب استنشاق الدخان وغاز أول أكسيد الكربون السام. قبل تسخين الطعام في العلب، تأكد من فتح العلبة ورمي الملصق، وإلا ستكون العلبة شديدة السخونة بحيث لا تستطيع مسكها، وقد تتمدد المحتويات وتنتفخ بفعل الحرارة مسببة انفجار العبوة أو يشتعل الملصق عند اقترابه من النار. احذر من ترك اللهب مشتعلاً دون وجودك. أطفئ اللهب المشتعل دوماً قبل مغادرة الغرفة. المحافظة على نظافة اليدين. ذكر عائلتك بدوام تنظيف الأيدي قبل التحضير أو البدء بتناول الطعام. هذه خطوة مهمة للبقاء بعيداً عن الأمراض في هذه الأوقات الحرجة. إذا كان الصابون أو الماء الجاري غير متوفراً، نظف يديك باستخدام الجل الكحولي المنظف للأيدي Alcohol Based Hand Gels أو مناديل المسح الخاصة بالأطفال Baby Wipes. تناول الطعام الآمن فقط. تناول الطعام باستراتيجية، فإذا انقطع التيار الكهربائي، تناول الطعام الموجود في منزلك بترتيب انتهاء صلاحيته أو فساده.
وقم دائماً بتناول الطعام الموجود في الثلاجة (refrigerator)، ثم تناول الطعام الموجود في حجرة التجميد (freezer)، وأخيراً تناول الطعام المخصص لحالات الطوارئ. تخلص من الأطعمة سريعة التلف في حال تركت خارجاً في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. قبل الأكل انظر إلى الطعام وقم بشم رائحته لتتأكد من أنه لم يتلف بعد، واحذر أن تتذوق الطعام لتقرر إن كان آمناً أم لا. اختبر الأطعمة المعلبة قبل تناولها وتخلص من المعلبات التي تبدو منفوخة أو متضررة أو تعرضت للصدأ. هذه العبوات قد تحتوي بداخلها على جراثيم يمكن أن تسبب لك المرض حتى لو قمت بطهي الطعام. شكراً لحسن استماعكم.